تحياتي لك للساده المشاهدين. حقيقه يعني انا اول شيء بدي انوه على قضيه وارجو ان لا افهم خطا بانه ربما لن يعجب كلامي كثير من المشاهدين. لست مدافعا عن عمرو سالم بكل تاكيد. انا من نظريه بانه الوزراء وزراء حكومه الاسد منذ عام 1970 وما قبل عام 1970 منذ 63 هم عباره عن, انا اسف لاستخدام التعبير لكن ما لقيت الطف منه, عباره عن احذيه يلبسها هذا النظام ويخلعها انت ما كنت, يعني قولا واحدا. حقيقه عمرو سالم وابرو من اليمين وابرو مين طيب واتهم وتسريب, يعني حسب ما ذكر تقريركم وحسب ما ذكرت الوكالات بتسريب وثيقه من المخابرات العامه بانه عمرو سالم جاسوس وتم مداهمته. طيب علي زيود شو اللي قعد 30 سنه محافظ ريف دمشق, شريف فياض شو, علي حيدر شو, رفعت الاسد شو, ماهر الاسد شو, رامي مخروف شو. يعني حقيقه انا ما ركبت معي هذا الموضوع بانه شخص مثل عمرو سالم كان بميكروسوفت, موظف ميكروسوفت, يضع بالفيلا تبعه هالمبالغ, يعني ما بتركب. طيب استاذ سامر, بغض النظر عن الاشخاص, يعني لو نتحدث عن حجم الفساد بشكل عام, نعم طبعا من نحكي عن الفساد. الفساد هو وليد عام 1970. الفساد مستجري في 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 مؤسسات دولة الأسد بحيث لا يمكن معالج هذا الفساد. هذه المبالغ التي ذكرتوها في تقريركم اللي هن 88 مليون دولار و6 مليار دولار أمام حجم ما تم سرقته من آل الأسد وآل مخلوف وآل شاليش, ما بيطلعوا بحر في نقطة. الفساد يرعاه ويرأسه رأس النظام, رأس العصابة الحاكمة. هاي الناحية. الناحية الثانية, بكل بلدان العالم في هناك فساد, ولكن أن يكون الفساد ممنهج ومراعى من قبل رئيس النظام, هذه تنفرد فيها سوريا فقط. النظام الفساد عنا منذ عام 1970 ممنهج ومخطط له للوصول إلى تدمير مقدرات سوريا الذي استلمها حافظ أسد, وكان الليرة السوري الدولار الأمريكي يساوي 4 وربع ليرة سوري, لنصل إلى ما نصل الآن بأن الدولار صار 7500. لذلك إذا كان سؤالك عن الفساد, نحن لا نحتاج لاعتقال عمرو سالم أو مداهمة مزرعته كما يقال كما يشاع ليثبت بأن سوريا في في فيها فساد, يعني يتمثل بعمرو سالم, وأن هذا النظام الكيوت يحارب هذا الفساد. هذا النظام هو الذي يرعى الفساد وهو الذي يشجع على هذا الفساد. نعم سيدي, هذا موضوع الفساد. نعم. هذه الأموال ما مصيرها؟ خزائن الأسد لن, يعني من عام 1970 أختي الكريمة, وأنا أدي صبية وأنا من عمر أكبر منك عمرا, ومنتذكر لم يلقى القبض على فاسد وصدرت أمواله منذ عام 1970 الآن, ودخلت الأموال إلى الخزينة العامة. أبدا لن تدخل البنك المركزي سوريا. أبدا لم تدخل الخزينة المركزية في البنك المركزي, تدخل في حسابات آل أسد في النمسا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي كل دول أوروبا. وضحت الفكرة. أستاذ سامر, في الوقت الذي يعيش فيه معظم السوريين تحت خط الفقر, الإجراءات والتدابير التي كان من المفروض أن تقوم بها الحكومة السورية لتأمين لقمة العيش للمواطن وللحد من هذا الفساد ونهب الأموال التي يعني المواطن السوري هو أحق بها, أم حسب ما فهمت من حضرتك أن الحكومة السورية لا أعرف إذا كانت تحارب بالفعل هذا الفساد؟ لا تحارب الفساد, إنما ترعى هذا الفساد. الحديث اللي حكيت حضرتك عن دور المواطن وكيف المواطن ضاع بتجارة الكبتاغون, التهم نظام بتجارة الكبتاغون وتكوين ثروات طائلة فوق ثروته بتجارة الكبتاغون, وغير مهتم حقيقة لا بجوع المواطن ولا بتعس المواطن. آخر تقرير للصندوق النقد الدولي بأنه السوريين
القارعين تحت خط الفقر المدقع وليس تحت الخط الفقر. الخط الفقر هو خطين، الخط الأول 2 دولار بالنهار، الخط الفقر المدقع 1 دولار بالنهار. من يقع من سوريين أكثر من 80% من الشعب السوري يقع تحت خط الفقر المدقع. فهذا النظام لا يهمه المواطن السوري منذ عام 1970، ولو كان يهمه المواطن السوري كانت الأموال التي تم مصادرتها منذ محمود الزعبي اللي تم مصادرة بتذكر 2 مليار ليرة سوري وكان الدولار ب50 إلى قضية عمرو سالم كانوا يدخلوا على الخزينة وأنعشوا الاقتصاد. تقريركم تفضل سيدتي الكريمة بأنه المبالغ التي تم مصادرتها بين قوسين، وأنا إلى الآن لا أعتقد ذلك، ولكن لنفرض جدلا هذا صحيح، تعادل أكثر من ميزانية سورية. يعني لو دخلت هذه الأموال إلى الخزينة السورية كتضاعفت الخزينة السورية وارتفع على الأقل المواطن من تحت الخط الفقر المدقع إلى الخط الفقر العادي. هذا صحيح. أشكرك. نعم أشكرك جزيل الشكر لهذه المداخلة من هانوفر سامر كعكرلي رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري. شكرا جزيلا.